ظهور الرئيس التونسي المتواتر لم يبدد الغموض بعد بشأن مشروعه السياسي، فهو لا يتحاور مع معارضيه أو خصومه إلا نادرا، ولم يلتقي منذ فترة طويلة بالمنظمات الوطنية، ولم يجري مقابلة أعلامية. غموض فتح الباب واسعا أمام عدة سيناريوهات بشأن اعتزامه تعليق العمل بالدستور. خرج أحد مستشاريه ليؤكد ذلك، لكن الرفض الواسع لهذا التوجه دفع الرئيس بحسب متابعين لتصحيح كلام مستشاره والعدول عن الخطوة. تعليق الدستور التونسي يشير أو يحيلنا مباشرة إلى الحديث عن انقلاب في تونس، والحديث عن انقلاب في تونس ينجر عن عقوبات دولية قاسية جدا على تونس، ومن الصعب جدا أن تتحملها تونس، خاصة وأنها تشهد أزمة اقتصادية كبيرة. لكن توجه الرئيس لتعديل الدستور عوضا عن تعليق العمل به يصطدم أيضا بعراقيل قانونية في ظل تواصل تجميد أشغال البرلمان وغياب محكمة دستورية. يقول مساندوه إن الرئيس قد يلجأ لتفعيل بنود أخرى من الدستور للذهاب إلى استفتاء شعبي على تغيير النظام السياسي. ممكن لرئيس الجمهورية أن يستند إلى الفصل 3 ويعلن أنه سيمضي في استفتاء، لكن هذا يمر حتما عبر تنظيم صورة مؤقت جديد، وهو أنه يجمع فيه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتعدى سنة. يقول رئيس الجمهورية إنه يستند إلى الإرادة الشعبية، لكن الشعوب في كل أنحاء العالم تعبر عن إرادتها بصناديق الاقتراع، يقول معارضوه، وسط محاذير داخلية من إمكانية انزلاق البلاد إلى الحكم الفردي المطلق. ليست الدساتير أبدية وبالإمكان تعديلها، يقول الرئيس. تصريح فهم تراجعا عن تعليق العمل بالدستور مع إمكانية تعديل بعض فصوله، موقف وإن بدا خطوة إلى الخلف فإنه يجابه بموانع قانونية ودستورية وبرفض داخلي واسع. وسام الدعاسي، العربي، تونس. وسام، يبقى معنا من تونس وسام. عندما يقول الرئيس الدساتير ليست أبدية، يبدو أن هناك توجها حقيقيا للذهاب إلى تعديل أو تعليق العمل بالدستور والذهاب إلى نظام سياسي جديد. هل يعني أن الرئيس لا يأخذ في الاعتبار أي من الرفض السياسي والانتقادات من قبل كل الكيانات السياسية والمدنية تقريبا في تونس؟ نعم ريما، بالفعل تتوالى ردود الفعل السياسية والحزبية هنا في تونس رفضا لإمكانية توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد لتعليق العمل بدستور 2014 الذي أقرته تونس بعد الثورة، والتوجه للدعوة لاستفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي الحالي، وهو نظام شبه برلماني يقوم على توزيع السلطة بين رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة في اتجاه نظام رئاسي لتوسيع ربما صلاحيات رئيس الجمهورية. آخر ردود الفعل ريما جاءت من الحزب الدستوري، الحزب الجمهوري الذي أصدر بيانا اليوم يعني أعلن فيه رفضه بشكل قطعي هذا التوجه، وحذر من تداعياته ومخاطره على الشرعية الدستورية الذي تحظى بها كل مؤسسات الدولة. وقال الحزب الجمهوري في بيان له إن أي تعديل للنظام السياسي يجب أن يمر بحوار واسع وهادئ دون التفرد بالقرار، في إشارة إلى رئيس الجمهورية. طبعا ريما، بيان يعني الحزب الجمهوري يأتي في إطار سلسلة من البيانات الأخرى، سواء من حركة النهضة، سواء من اتحاد الشغل، سواء من حزب حراك تونس الإرادة للرئيس السابق منصف البرزوقي. طبعا كل هذه البيانات تدعو حتى من بعض مساندي الرئيس مثل حزب التيار الديمقراطي الذي كل هذه الأحزاب أعلنت رفضها القطعي لتعليق العمل بالدستور. وكأن الساحة السياسية هذه الأيام تشهد ما نوع من الاستفاقة السياسية بعد حالة من الجمود، حالة من الصمت والتردد والصدمة التي تعيش على وقعها جراء التدابير الاستفاقة
الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد. بالتالي الرئيس قيس سعيد يبدو أنه أمام ضغوط داخلية وخارجية تدعوه أولا للاستئناف المسار الدستوري وثانيا لعدم الخروج عن الشرعية السياسية والدستورية. شكرا جزيلا لك وسام دعاسي من تونس.